قدمت خدمه اخرى ومن بعد ما عجبتني شيء عطيت راسي لهذه الحرفه هذه، مشيت ليها في 76. هذه الحرفه قلت لك خدمت خدمه اخرى وما عجبتنيش، ولكن دابا باش نخرط ما كنسولش، ما كنمشي للغرفه، ما كنسقسيش خدام الصنعه ديالي، كنخدم الصنعه ديالي وغادي صح، متوكل على ربي وراسي، خدام كنعول على راسي. نعم تعلمت عند الناس، عند المعلمين اللي علموني هادشي هذا كامل، علموني المعلمين. صايب الكراسة، الطوابل، ليطاجير، الماريو، الحمام، الباركينات، يعني بزاف ديال الاشياء كتخدم هذيك الصباح. هادشي اللي عندي راه قليل، راه ماشي هدية صناعة، لا راه مخصوصة بزاف باش نخدمها انا، اللي في راسي انا كيخصني بزاف، باقي خصني هنا ما خدموش. هادشي اللي كتشوف راه غير شي حاجه، ماشي باقي عندي حوايج اخرين. وراه كتعرف بان راه خصك الدعم، خصك يعني تمول، ان الصانع التقليدي دابا تهرس وزاد تهرس، ماشي غير خطره، تهرس جوج ديال المرات، هرسوا هذا الشيء الرومي وزاد عليه هذا الامر من الله سبحانه وتعالى، يعني هو الصانع التقليدي، ولكن واخا هكاك الله سبحانه وتعالى ما كيخيب حتى شي واحد. انا كنموت نطلبهم باش يتعلموا وما بغاوش يتعلموا ليا، انا بغيت يتعلم، لان هذه الصنعه هي شريفه، هي اصلا شريفه بالمعنى، مولاها ما غتخليش بات بالعشاء، ما عمر مولاها يبات بالعشاء، ولو يدير الدراع ديال القصب يمشي تحت الشجره يخدم السله يهبطها للمدينه يبيعها ب 20 درهم ولا 30 درهم هو معش، ولا 15 درهم ولا 10 درهم، يعني داكشي على الدين ديالو، شنو واش الا كان صنايعي وكانت يعني هي في بلاصتها، لان دابا كاين اللي هنا في هذه الحرفه هذه ولكن معلم ديال الشكاره. الصباح هو دابا قاجنا حنا اللي صنايعيه، كيمشي كيشري من عند هذا سله، من عند هذا حمام، من عند هذا كرسي، من عند هذا طابله، والصباح معمر كانه صنايعي، هو راه اذا قلت له صباح قسمها على اربعه ما يعرفش. واستفد منها احسن منا حنا اللي صنايعيه. لان اش باش استفد منها؟ بالراس المال ديالو. تما ذيك الوقت كان عندها العز. كانت معزوزه بزاف. كنا البياسه نبيعوها ب 3000 وب 4000. دابا الا تقول له 3000 غادي يقول لك يا ودي كاينه روميه كدير غير 60 درهم وحسن من هذه وتصبر الماء، فهمت؟ دابا صبحات يعني هذا الشيء الرومي بحال اللي نقصها، ولكن البركه ما تخطاش. رغم ذلك ولو شيء الرومي ما غاديش نكرو الاحسان ديال الله، لا ما نكروش. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.